نعم. هذا الحفل المخلد ليوم العالمي للمرأة يندرج في إطار البرنامج السنوي للمديرية، وتعودت المديرية على أنه في كل يوم، فأنه في مثل هذا اليوم من كل سنة ستنظم هذا الحفل اللي تنحاولوا من خلاله نبينوا الدور والأدوار اللي تتلعبهم المرأة المغربية في التنمية المجتمعية. طبيعة الحال تنظيم هذا الاحتفال هو حاولنا من خلاله إبراز الأدوار اللي تتلعبها مؤسسات الأندية النسوية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء من خلال معرض ديال المنتوجات ديال الأندية النسوية. كذلك حاولنا أنه اليوم نحتفيه بواحد المجموعة ديال النساء المشترك بيناتهم هو أنهم ناجيات من العنف، وكذلك كرمنا الأستاذة سعيدة الكنيزي اللي هي نائبة وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع ومكلفة بالخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وانفتاحنا على هذا الموضوع واختيارنا هذه التيمة تتنبع في إطار المجهودات اللي منخرطة فيها بلادنا في مناهضة العنف ضد النساء. بهذه المناسبة باسمي وباسم النيابة العامة للمحكمة الابتدائية الزجرية البيضاء، وبالخصوص خلية العنف ضد النساء التي أمثلها في إطار نائبة وكيل الملك المكلفة بهذه المهام داخل هذه المحكمة، جد فخورة بهذه الدعوة التي أشارك فيها عيد المرأة، عيد الأم، عيد الأخت، عيد الحفيدة وعيد الجدة. هي مناسبة كريم للمرأة بصفة عامة، سواء المرأة المغربية أو المرأة العالمية، على تضحياتها وعلى فنائها وعلى إخلاصها. وحضور اليوم ليس هو لتمثيل المنصب الذي أقوم به أو المهام التي أقوم بها، ولكن لأقول لهذه المرأة هنيئا لك بهذا اليوم، وإن كنت تستحقين عيدا مدة 365 يوم وأنت أهل له. فشكرا للمرأة بصفة عامة وهنيئا لها وألف مبروك. وبهذه المناسبة تم تكريمي من طرف المديرية شبيبة والرياضة، أشكر الطاقم وكذلك الأشخاص الذين سهروا على هذا التكريم، أذكر منهم السيد المدير الإقليمي، كذلك السيدة فتيحة المدن، وكذلك أستاذ عطريس. شكرا لكم ولكم، وجزاكم الله خيرا، وكل سنة والنساء المغربيات ونساء العالم بألف خير. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم أسرة مديرية عين الشق الحي الحسني وإقليم الناصر، نواصل نحتفي بالنسخة الخامسة بالمرأة المغربية، وهدفنا وهذه السنة تم اختيارنا لتكريم النساء 80 نساء ناجيات من العنف. هدفنا من هذا التكريم هو أننا نظهر بأن المرأة لو رغم تعنيفها فهي دائما تبقى شجاعة تستمر في الحياة. وجاء تكريمنا للنساء ناجيات من العنف تجاوبا وتفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي حول مناهضة العنف ضد النساء في أفق 2030. ونحن كمؤسسات الأندية النسوية نعتبر متنفسا للمرأة، بحيث أن النساء يلجأن إلى هذه المؤسسات من أجل كمتنفس لهم، من أجل أن يحصلن على التقويم في عدة شعب. وإن شاء الله مستقبلا عملنا على إعداد مراكز الاستماع داخل أندية نسوية. من هذا جاء الشعار مؤسساتنا فضاؤكن للاستماع والاستمتاع. نقصد بها بأن نقصد من هذا الشعار أن المرأة تأتي إلى المركز من أجل أن تستمتع، وهو تلك الشعبة التي تمارسها فهي نوع من صيغة المتعة، وفي نفس الوقت نستمع إلى تلك المرأة إذا ما تعرضت للعنف. وبهذه بهذه المناسبة أود أن أحيي جميع نساء العالم، وخاصة نساء المرأة العربية المناضلة وأمهات الشهداء في الأراضي العربية المحتلة، والنساء المغربيات، وخاصة المرأة القروية